السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في الفيديو ده هنتكلم عن سورة عاملة لهم مشكلة كبيرة جدا، هي سورة التوبة، بيسموه chapter number 9. بعد احداث 11 سبتمبر تكونت لجنة للتحقيق في احداث 11 سبتمبر، كان اسمها the 9/11 committee، وطلعوا بتقرير طويل عريض، وجورج بوش الرئيس في الوقت ده تدخل بانه شال ومنع نشر حوالي 28 صفحة، وقال الناس قاعدة تقول هو منع نشرهم ليه؟ مش عايزنا نعرف ايه؟ اكيد في مؤامرة. بس اللي احنا عرفناه من بعض اعضاء الكونغرس ان كان في كلام في التقرير ده ممكن يغضب الشارع المسلم جدا في كل مكان. من ضمن الكلام ده كان ايه بقى؟ انه المسلمين ناس كويسين ودينهم مش بطال وكتابهم ماشي ممكن مقبول، انما في صورة واحدة يجب انها تتشال وتمسح من هذا الكتاب، وهي اسمها سورة التوبة chapter number 9. اولا المسلمين لن يغضبوا جدا لانهم عندهم 114 صورة، فما جاتش على صورة يعني، تعرفهم اصلا الناس من خلفية مسيحية، فهم ناس فلكسبل قوي مع كتابهم، يعني عندهم يعني مرونة كده في التعامل مع الكتاب، شيل حط قص إلزق مش مشكلة، فشيل نشيل الصورة واحدة من 114 مش مشكلة، حتى ما بتبتديش ببسم الله الرحمن الرحيم، المفروض المسلمين مش هيزعلوا يعني. طيب ليه بقى؟ قال لك فيها آيات بتحث على القتل وبتاع، مثلا الآية رقم 5، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ازاي نعيش مع ناس كتابهم بيقول لهم كده علينا؟ ما احنا مشركين، ما احنا مش مسلمين، ما احنا مشركين، فكتابهم بيقول لهم ان هم يقتلونا حيث وجدونا وياخذونا ويحصرونا ويقعدوا لنا كل مرصد، يعني يترصدونا في الطرق. ده كلام خطير جدا. طب ازاي نعيش معهم كده؟ احنا قلنا ايه في الفيديو بتاع مفاتيح رد الشبهات؟ اي شبهه تخص العنف، القتال، الجهاد، الارهاب، الكلام ده كله بنلجا لقاعده اسمها ايه؟ بلس 7 ماينس 7 زائد 7 ناقص 7. تعال بقى نشوف الايه دي، هي الايه رقم 5 في سوره التوبه. الايه رقم 4 بتقول ايه؟ والايه رقم 6 بتقول ايه؟ ولا لازم نفهم بقى ان سورة التوبة بتكلمني عن ثلاث انواع من غير المسلمين لا رابع لهم. ايه غير المسلمين في الدنيا دي؟ سورة التوبة بتقول لي هم ثلاث انواع ما لهمش رابع. النوع الاول غير مسلم يحترم عهوده واتفاقيات السلام بتاعته اللي عاملها معايا، راجل محترم. النوع الثاني غير مسلم لا يحترم عهوده ولا يحترم اتفاقيات السلام اللي بيدخلها معانا. نوع الثالث غير مسلم بيطلب اللجوء والحماية مننا. حد يقدر يلاقي نوع رابع؟ مفيش. هو دي ثلاث انواع، يا واحد محترم وبيحترم عهوده وكلامه واتفاقياته معانا، يا واحد غير محترم لا يحترم عهوده ولا اتفاقياته معانا، يا واحد بيطلب مننا الحماية واللجوء. مفيش نوع رابع خلاص. فسورة التوبة بتقول لي كيف أتعامل مع كل واحد منهم. الآية اللي تعباهم أو الآية رقم 5 اللي بتقول إيه؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. طب ده أي نوع من أنواع؟ هل كل المشركين كده؟ كل الكفار، كل غير المسلمين هنتعامل معهم كده؟ لا، تعال نشوف الآية اللي قبلها اللي هي الآية رقم 4 بتقول إيه؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين، كان عن المشركين أهو، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. يعني لو في مشركين ما نقصوش حاجة منكم من الاتفاقيات معاكم بينفذوها، ولم يظاهروا عليكم أحدا، وما وقفوش مع حد ضدكم، مش بيعدوكم مع حد من أعدائكم، نعمل فيهم إيه؟ نقتلهم؟ لا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، تمموا اتفاقياتكم معاهم زي ما هي لغاية آخر المدة بتاعتها. طيب تعال نشوف الآية رقم 7، يعني بعد الآية 5 بآيتين بتقول إيه؟ احنا لسه شغالين اهو.
خلال ايه يعني النطاق بتاع السياق زائد 7 ناقص 7. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ان الله يحب المتقين. طول ما هم ماشيين عدل معاكم خليكم ماشيين عدل معاهم، طول ما هم محترمين عهودهم معاكم احترموا عهودكم معاهم، طول ما هم محترمين اتفاقياتهم وتوقيعاتهم على الاتفاقيات دي معاكم تحترموا انتوا كمان اتفاقياتكم وتوقيعاتكم معاهم. طيب يجي بقى مسلم متطرف يقول لك ايه، كل آيات المعاهدة والملاينة والموادعة والمسالمة لغير المسلمين منسوخة. منسوخة يعني تقرأ وتتلى للتعبد بها، لكن معناها خلاص غير ساري، والنهاردة ليس بيننا وبينهم إلا السيف. ده نرد عليه إزاي؟ الآيات دي خاصة غير قابلة للنسخ. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش تتنسخ خالص. ليه ما ينفعش تتنسخ؟ أقول لك ليه. سبحان الله، الآيات دي ربنا حط لها قفل في نهاية الآية يمنع نسخها. إزاي؟ ربنا بيقول إيه؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. اسمع بقى القفل، إن الله يحب المتقين. تتم عهدك معاهم وتكمل عهودك واتفاقياتك معاهم ليه؟ لأن ربنا بيحب المتقين. يعني هي دي التقوى. هتتنسخ إزاي بقى؟ يعني ربنا يقول مثلا إيه؟ فلا تتموا عهدكم معهم لأن الله لا يحب المتقين. يعني ما في، ما ينفعش. إذن كلمة إن الله يحب المتقين بينت إن ما أمر به الله هذا هو التقوى، هذا غير قابل للنسخ. الآية 7 نفس الكلام. الآية 7 بتقول إيه؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. قبل ما حد يتفلسف يقولك منسوخة، نقول له إن الله يحب المتقين. ربنا قالنا إن هي دي التقوى، إذن هذا غير قابل للنسخ. آيات المودعة والمسالمة والملاينة هي غير قابلة للنسخ، والدليل إن في الآخر محطوط لها الإف اللي بيحميها من فلسفة الناس اللي بتتفلسف. طيب إيه كمان؟ طب إيه النوع التاني اللي ربنا أمرنا نقاتله في الآية 5؟ اطلعوا لغاية الآية 12، 7 اهو، هتلاقي إيه؟ وإن نكثوا أيمانهم، أيمان يعني جمع يمين، يعني العقود اللي مضوا عليها، الإيه؟ التوقيعات. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. دول ناس ما لهمش عهود، والناس فربنا أمرنا بكم مقاتلة مين؟ الناس اللي بتخلف عهودها، هي بتعاهدنا ثم تخلف عهودها. إنهم لا أيمان لهم، ما لهمش، ما بيحترموش عقودهم ولا 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 توقيعاتهم. لعلهم ينتهون. كمل بقى الآية 13 بتقول لك إيه؟ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، اسمع، وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ربنا بيقول لازم تقاتلوهم. أنت مش هتقاتل الناس هموا بإخراج الرسول وقاتلوكم وهم بدؤوكم أول مرة. ده كمان ناس اعتادت علينا. الله، يعني أنت كمان مش عايزني ربنا يقول لي أقاتل ناس اعتادت علي أولا للدرجات دي؟ يعني أنا مفروض أكون ماشي مطاطي؟ مش معقول. فهذا النوع الثاني من غير المسلمين اللي ربنا أمرنا بمقاتلته. النوع الثالث بقى اللي هم الناس اللي بيطلبوا اللجوء والحماية مننا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لو في حد من المشركين استجارك طلب الحماية تجيره وتحميه حتى يسمع كلام الله، وديله كده فيلم من أفلام الضباب ينقشع بتاعت مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام، خليه يتعرف على الإسلام، يتعرف على الإسلام وأسلم، خير خلاص يضم معانا. ما أسلمش ماشي، ثم أبلغه مأمنة، يعني تحرسه لغاية المكان اللي يبقى آمن فيه عند قومه أو في أي مكان آمن. يعني إيه بقى تحرسه؟ يعني أنت ربنا بيأمرنا نحرس مشرك. يعني إيه نحرسه؟ يعني لو حد يعتدي عليه، حاول يعتدي عليه، سنقاتل من يحاول يعتدي عليه حتى لو كان مسلم. ولو مت وأنا أقاتل للدفاع عن غير المسلم هذا أموت شهيد. في إيه أروع من ذلك؟ في إيه أعظم من ذلك؟ تمام؟ كده احنا شرحنا سورة التوبة، 3 أنواع من المشركين ربنا بيأمرنا
بالتعامل مع كل واحد منهم ازاي. بالتالي اي آية في القرآن تتكلم عن القتال بتتكلم عن قتال المشرك الذي لا يحترم عهوده والذي يعتدي عليه. اي آية بتتكلم عن مودعة ومسالمة تتكلم عن معاهدة ومودعة ومسالمة غير المسلم اللي بيحترم نفسه معانا. وربنا لا يقبل تغيير هذا الكلام، وان حد يكون محترم نفسه معانا واحنا نعتدي عليه هذا لا يمكن يكون للاسلام. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نراكم في الفيديو القادم بنتكلم عن الارهاب باذن الله. السلام عليكم.